نعيش في السنوات الأخيرة في أثناء الربيع، ما يسمى، وأنا بحثت عن كلمة الربيع العربي مش عارف من جت، من أي جهة استخبارية جت لنا الكلمة هذه. التطرف الديني اللي نعيشه الآن، وأنا ما ودي أذكر الدين، لكن هناك تطرف. نسمع الإخوان المسلمين وحربهم، دعم تركيا، دعم إيران، دعم لا ننسى من يقودهم هم إسرائيل، الداعش، النصرة، كثير، حزب التحرير، كثير من التيارات المتطرفة في السنوات الأخيرة بدأت تبرز على الساحة وابتعاد الاعتدال الديني. ماذا يحدث في المنطقة؟ لماذا التطرف فس في المنطقة عندنا؟ ومن وراءها؟ أعتقد أن ما حدث في المنطقة ليس وليد الصدفة ولا وليد اليوم، ولكن كان يخطط له من فترة قبل كده، ثم انتهزت الفرصة لبدء يعني شرارة الاشتعال في تونس، وهي شرارة على فكرة برضو لم تكن، يعني طبعا المقتل، الانتحار الذي تم في الميدان وكل هذا، ولكن تم استخدام الفرصة استخداما جيدا، واشتعلت المنطقة بناء على هذا. يعني كان عايزين اكسكيوز او عايزين سبب حتى يمكن اشعال المنطقة بسببه، فتم استخدام هذا السبب، لكن الحقيقة استخدم جيد. لازم يعني نقول ان ما تم خطط له جيدا ونفذ جيدا بكل اسف يعني، ولكن نقدر نقول الوعي يمكن الشعب المصري على سبيل مش ليس لان انا مصريا، ولكن ده الحقيقه، ان الشعب المصري اكتشف هذه نقدر نقول الخطه اللي هي كانت يمكن ان تودي بالمنطقه وليس بمصر فقط. لأن كما تعلم، وأنا حقيقة سمعت الكلام ده كثيرا من قادة في الخليج، يعني لهم باعهم ولهم خبرتهم السياسية كبيرة، وقالوا لي أنا شخصيا وأسمعها دائما من الناس المسؤولين، أن ما يحدث في مصر يلقي بظلاله على المنطقة العربية وعلى الخليج. وبكل أسف كان يراد استخدام مصر كأداة للتدخل من خلالها أو من بعدها إلى دول أخرى كثيرة في دول الخليج. ولذلك الحقيقة المصريين وما عملوه يوم 30 يونيو أعتقد أنقذ المنطقة من جداً ويلات كثيرة يعني. جدا. لماذا التطرف الديني انتشر؟ فجأة ظهرت لنا داعش، ولا ندري من أين أتينا بداعش. في اعتقادك من أتى بداعش؟ قوة سياسية إقليمية، بمساعدة قوة سياسية من خارج الإقليم، ولا أريد أن أسمي الحقيقة لأن أنا لست في حاجة لذلك الآن يعني، ولكن ليست دولة واحدة ولكن عدة دول، مجموعة دول بالتأكيد. بداية فكرة مقاومة بشار الأسد من خلال قوات رافضة له ومعارضة عسكرية موجودة بميليشيات عسكرية وتسليحها وتقويتها، ثم استغلال هذه القوة العسكرية في الخروج من داخل من إطار دائرة سوريا إلى دائرة أوسع منها والعراق، ثم بعد ذلك الإعلان في 29 يونيو الماضي عن الدولة الإسلامية وشالوا منها العراق والشام، وأيضا الخلافة اللي ما يدعى أبو بكر البغدادي، وأيضا التوسع الإقليمي في الخريطة الكبيرة اللي خدت جزء من أوروبا وأسبانيا ومصر وليبيا والخليج والكويت والسعودية. فده طبعا يعني برضو مش غريب امتدادها السريع. طبعا مش غريب إن بالإمارات، في البحرين، في الكويت، في السعودية، في مصر، في ليبيا يحملون فكر، في سوريا، في لبنان، في العراق صحيح يحملون فكر داعش. معنى هذا الفكر لم يكن وليد لحظة، ولا يمكن يكون تم خلال سنة أو سنتين. هناك أجيال خلقت حتى يحمل الفكر. للأسف التطرف، الناس للأسف العلم، الدول العالم تطور نفسه وإحنا نتراجع للذبح والقتل. هو ما تم استغلاله واقعيا هي فكرة أن السنة في العراق تقهر، وانتفاضة سنية لنجدة السنة في العالم، طبعا ده كل ده الحقيقة ليس له أساس من الصح على الإطلاق. داعش كان تقتل سنية بالضبط كده، ولا يزالوا. وبعدين فكرة أن السنة في خطر، من قال أن السنة في خطر؟ من قال أن هناك حرب بين السنة والشيعة؟ هم يختلقون ذلك. الفكرة كلها ببساطة شديدة هو توسع إقليمي مخطط له، توسع إقليمي مخطط. أنا أعني كل كلمة على فكرة من اللي بقولها. الهدف إسقاط أنظمة قاومت فكر الجهادية الإسلامية، وهنا الإسلام بريء من هذه الجهادية. صحيح، نحن مسلمين كلنا،
واحنا طبعا بالتاكيد ننصر الاسلام، ولكن ليس على حساب اشياء اخرى، ليس على حساب الحريات، ليس على حساب التقاليد والعادات الموروثه من زمان، ليس على حساب ادارات دول تعني ما تعني لديها الخبره في اداره الدوله ولديها الخبره في السياسه الخارجيه، تستطيع كيف تدير الشان الاقتصادي الى اخره. فانت بنجيب ناس ليس لها خبره ونقول لهم ديروا هذه المنطقه، طب ما المنطقه دي هتروح في داهيه لو اديرت بهذا الشكل. انا اسف ان انا بستخدم هذا اللفظ. يعني امريكا فين بالنسبه لمصر ولا بالنسبه للمنطقه؟ يعني خلينا اقول مصر والمنطقه. طيب خلينا اقول لك اولا بالنسبه لمصر، اللهجه الامريكيه تجاه السياسه المصريه والوضع في مصر تغيرت. تغير طبعا. يعني انا تقريبا اسباب التغير اقول لك، انا تقريبا بقابل جميع الوفود الرسميه الامريكيه اللي بتيجي مصر. صح. بناء على طلبهم وليس على طلبي يعني. ولغايه اول امبارح انا كنت بقابل وفد امريكي في مصر، اول امبارح كان رجل كاتب سياسي يسمع له، اسمه والتر راسل ميد، ده احد المؤرخين السياسيين والناصحين للبيت الابيض وله كلمه مسموعه يعني. وكان معه وفد 7. الاتجاه الامريكي ليس فقط مع هذا الوفد ولكن الوفود الاخرانيه كلها منذ حوالي عده اشهر 4-5 شهور او تحديدا من بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الامور، الوضع تغير. هناك الان نقدر نقول اعتراف كامل بالوضع في مصر. فكره انقلاب عسكري وانقلاب مش عارف ايه ده بطلت خالص، كنا نستمع اليها زمان في بدايه رئاسه الرئيس السابق عدلي منصور، الرئيس المؤقت يعني. نعم. بعد ثوره 30 يونيو مباشره كانت اللهجه دي كثيره لدرجه ان انا حتى كنت مره في CNN مع كريستيانا امانبور وكتبت لي تحت كده كوديتا ان ايجيبت، قلت لها انا مش هتكلم معاكي الا لو شلتي هذه، لان انت يو مسليدنج الاوديا، انت بتشوهي، بلاش مسليدنج، انت توجهي المشاهدين توجيها خطا وامتنعت عن الكلام. كانت ده سواء كان في الاعلام او في السياسه الامريكيه كان هذا هو التوجه، ان هناك انقلاب عسكري في مصر وانه لابد من مقاومه هذا، وان محمد مرسي الرئيس المخلوع المتهم السابق هذا هو الرجل الشرعي. لا ده رجل مش شرعي، وشرحنا هذا 100 مره ويعني باستفاضه، لان في ناس تقول لك ده كان انتخبتوه لاربع سنين، بعد سنه ازاي تقولوا له استفتاء؟ انتوا يا مصريين جبتوه باربع سنوات. ليه حتى في جامعه اوكسفورد واحد سالني من الطلبه قال لي انتوا بتقولوا في مصر في ديمقراطيه؟ قال لي ازاي تنتخب واحد اربع سنوات وبعد سنه الشعب المصري يطلع يقول له عايزين نعمل استفتاء تكمل 3 سنوات ولا لا؟ الاجابه واضحه، انه لو انتظرت 3 سنوات اخرى لكان انتهت مصر تماما. تمام تماما. اشهر يا عمي، اشهر يا سيد محمد، هذا الرجل حكم مصر يوم 30 يونيو 2012 وكان لديه في البنك المركزي المصري 36 مليار دولار احتياطي نقدي معلن. نعم. رسميا لدى البنك الدولي والاي ام اف وكل حاجه، سلمها يوم 30 يونيو بعد سنه 2013 وهي 12.8، افلاس مصر 12، يعني كان فاضل 800 مليون ومصر تعلن افلاسها تماما على العالم كله. حصلت الكارثه الاقتصاديه وكان لن تقوم لمصر قائمه تاني. اذا لو انتظرت انا مش بقى 3 سنين 3 شهور كانت راحت مصر. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو في رئيس في العالم يقول للناس انا ربكم الاعلى وانت رئيس اسلامي؟ ازاي؟ جه يوم 21 نوفمبر 2012 11 صباحا، دي حاجه يعني دي هتقال انها نكته بس والله ما هي نكته حقيقه وموجوده على اليوتيوب. وجه المتحدث الرسمي بتاع محمد مرسي قال اليوم بعد ساعات قليله الرئيس محمد مرسي يجيء للشعب المصري في خطاب هام. 11 صباحا، الكلام ده مثبت. عدت ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبع ساعات. 6 مساء طلع تاني قال ساعات قليله جدا وهيطلع معكم. الناس كلها قاعده مستنيه، هيبقى في حاجه مهمه بقى نستمع ليها، كل الشعب المصري قاعد قدام التلفزيون. عدت الساعات 4 صباحا فجر تاني يوم طلع قال انا ربكم الاعلى. ازاي؟ قال ده مضى اعلان دستوري رسمي، اعلان دستوري رسمي بتاريخ 21 نوفمبر. قال ايه؟ غير مصرح لاي مصري 92 مليون انه يقيم اي دعوه قضائيه ضدي على اي تصرف انا عملته قبل كده من يوم ربنا ما خلقه لغايه لما يمسك رئيس جمهوريه. نمره اثنين، ولا اي مصري يقدر ياخدني على اي قضاء ايا كانت باي رفع دعوه لاي محكمه لاي قرارات اخدها وانا رئيس جمهوريه. نمره ثلاثه،
ولا أي مصري في 92 مليون يستطيع أن يأخذني لأي محكمة في مصر بعد أن أترك الرئاسة إلى أن أموت. هو في كده في الدنيا؟ هي دي الديمقراطية؟ هو في حد يحكم بدولة يقول هذا الكلام؟ أول زيارة قام فيها مرسي إلى السودان. نعم. أو رئيس الوزراء. صحيح. زار السودان واستغربنا. لماذا السودان؟ النظام في السودان نظام إسلامي. وكان يدعم الإخوان المسلمين بشكل كبير جدا. ويمكن يعني ده ليس سرا أن 95% من قيادات الإخوان المسلمين التي هربت من مصر بعد ثورة 30 يونيو هربت عن طريق الحدود الجنوبية لمصر، أي من خلال السودان. والسودان فتحت أبوابها لهم وتم تسفيرهم من السودان إلى الدول اللي اختاروها بعد ذلك أيا كانت هذه الدول، إلى تركيا إلى كافة الدول وأوروبا لندن وإلى آخره يعني. فالمسألة كلها أن ما حدث في مصر مؤخرا ليس على هوى السودان. لكن خليني أرجع لسؤالك. مرسي عندما ذهب إلى السودان ذهب فاتح ذراعيه لأي طلبات؟ صح. وخليني أقول لك أن أنا السودان، أنا عشت في السودان شخصيا، أنا عشت في السودان 12 سنة. إن والدي كان أول سفير لمصر في السودان. وأنا تعلمت في السودان وأعلم السودان جيدا يعني. هناك منطقة تدعى حلايب وشلاتين. صح. على الحدود المشتركة. وكانت أيام الاستعمار السودان كان استعمار مصري إنجليزي. صح. كان اسمه السودان المصري الإنجليزي. صح. فقبل الإنجليز ما يسيبوا المنطقة ويعلن استقلال السودان في 1 يناير سنة 56 عملوا مشكلة في مسألة الحدود المصرية السودانية. عملوا أسفين قبل ما يمشوا. صح. حلايب وشلاتين طول عمرها داخل حدود مصر. صح. فجه محمد مرسي في الزيارة سئل على حلايب وشلاتين فقال والله دي أرض، الأرض العربية والأرض المصرية هي أرض سودانية. فأخذها السودانيين على أنها أنه تنازل عن حلايب وشلاتين. تاني يوم الزيارة مباشرة لو دخلت على الخريطة بتاعت السودان هتجد أنهم عدلوا الحدود ودخلوا حلايب وشلاتين داخل الأراضي السودانية، علما بأن محمد مرسي ليس له السلطة في ذلك. صح. على الإطلاق. الدليل على ذلك ايه؟ ان مصر في طابة، طابة كانت 800 متر حاربنا من اجلها ورحنا لمحكمة العدل الدولية وعليجان الى اخره ومجلس الامن الى ان وصلنا ان احنا خدنا ارضنا بحكم محكمة الدولية واخدناها. لا نفرط في ايراط من شعب من ارض مصر مش على مدينتين. انت من انت حتى يمكن ان تتنازل عن اراضي مصريه لدوله اخرى؟ ولا متر واحد ولا تراب والله، ولا حبه تراب. فاذا هو كان بهذه البساطه. وده على فكره من ضمن الحاجات اللي برضو الشعب المصري شالها له وكان لابد من تغييره عشانها. هل هذا ينطبق على سيناء؟ هل فعلا طبعاً كان في تنازل لاجزاء من سيناء وتحقيق فكره اسرائيل ان تكون سيناء هي الدوله الفلسطينيه؟ انا اول من واجه محمد مرسي في التلفزيون المصري. حلو. ياريت على النقطة. وقلت له أنت بصدد التنازل عن 40 كيلومتر مربع، 40 في 40، وانضمامها إلى قطاع غزة بدليل أنك أنت طلعت مراتب وسراير وخيام في المنطقة الفلانية والفلانية والسكسكة وصلاح الدين والمهدية. قلت له هذه المنطقة مشوّن فيها هذه الخيام تمهيدا لدخول مهجرين من قطاع غزة تمهيدا لإعطائهم هذه الأرض. فضحته تماما قدام، الكلام ده موجود على اليوتيوب على فكره يعني. نعم. وقالوا لا يمكن وهذا الكلام خطا، وطلع واحد من عنده من رئاسه الجمهوريه قال لا هذا كان اشاعات كاذبه. اول يوم ما قلتش الاماكن، قلت هناك قطه للتهجير كذا وكذا. فتاني يوم لما قال لا ما فيش قلت له لا موجوده في المهديه والسكاسكه وصلاح الدين. فجريوا بسرعه حملوا الخيام ورجعوها لمصر. وفشلت هذه المحاوله. ولكن كان هناك تفاهمات واضحة المعالم بين محمد مرسي وخالد مشعل واسماعيل هنية في ضم جزء من أراضي سيناء إلى قطاع غزة وتوسيع المساحة الجغرافية لقطاع غزة لتشمل هذه المنطقة كاملة. تقسيم غريب. هل كان ممكن أن يطبق هذا المخطط أو الفكرة بالثمانينات على مصر وإحنا في 2013-2014؟ طيب ده سؤال مهم للغاية. الخطورة الحقيقة ده سؤال في منتهى الأهمية. الخطورة كانت مصر جزء من الكل. بمعنى خليني أرجع بيك لعام 1918.
سقوط الدولة العثمانية. سقوط الدولة العثمانية وإعلان سايكس بيكو. سايكس كان رئيس وزير خارجية فرنسا وبيكو كان وزير خارجية إنجلترا، وأعلن تم إعلان عملية ما هو سايكس بيكو وهو تقسيم العالم. صحيح. بناء على الغنائم. كان الاستعمار الأوروبي والغنائم العثمانية. نعم. في سنة 90 بعد تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات، العالم خاف إلى أن يكون للعرب يد واحدة زي الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي النهاردة هو كل كيان دولة مستقلة، ولكن في عملة واحدة وفي نظام جمركي واحد ودخول بدون تأشيرات إلى آخره. فقال لك الله، لو العرب وقفوا هذه الوقفة والخيارات اللي عندهم والبترول والغاز وخلافه، وتعمل مثلا دينار عربي على سبيل المثال، هيكون أقوى من اليورو وهيكون أقوى من الدولار. صحيح. وبالتالي خلق ما يدعى بالشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد. بعدها بسنتين تم تحويله إلى الشرق الأوسط الجديد بالضبط كده. إنما الأول قيل عليه الشرق الأوسط الكبير، ثم عدل إلى الشرق الأوسط الجديد. من هي الدولة الوحيدة في المنطقة والإقليم التي تأثرت بالشرق الأوسط الجديد؟ مصر. مصر إزاي؟ لما تيجي تشوف حدود مصر الشرقية، شمال شرق قطاع غزة، فصل عن رام الله وقسمت فلسطين إلى قطاع غزة بحكومة، أنا أسمي قطاع سجون بالضبط كده، ورام الله وقسمت. لما تيجي تشوف جنوب مصر، السودان الشمالي فصل عن السودان الجنوبي. صحيح. لما تيجي تشوف ليبيا، هناك على حدود مصر الآن، على حدود مصر الآن حكومة منفصلة داخل ليبيا، حكومة طبرق بعشرين وزير، والغنائم البترول بتجيلها ولها علم مستقل وأصبحت شبه منفصلة. خلي بالك أن ليبيا في سنة 50 عندما أعلن استقلالها كانت ثلاث دويلات، والملك إدريس السنوسي حكم ليبيا من سنة 50 ل 63 وهي مقسمة ثلاث دويلات ثم وحدت إلى ليبيا موحدة، لكن كانت المملكة الليبية المتحدة. صحيح. هم يريدون أن ليبيا تعود إلى هذا التقسيم تكون ثلاث دولات، وبالتالي مصر الدولة الوحيدة التي تأثرت بشرق خريطة الشرق الأوسط الكبير. طيب هل هذا يكفي من وجهة نظرهم؟ لا. لمصر دولة كبيرة 92 مليون، ثم تقسم من الداخل كمان، النوبة يبقى لها مستقل، إمارة. صحيح. إسلامية في شبه جزيرة. صحيح. سيناء، وده اللي كان مرسي عاوزه، إعلان إمارة إسلامية في شبه جزيرة سيناء. الأقباط يا أخي خد لك برضو حتة، والى اخي الى ان تم تقسيم مصر الى 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 قطعوا مصر، وبالتالي يحصل ايه بقى؟ مش بس تقسيم مصر، خلي بالك تقسيم مصر وتقزيم مصر، تقزم، وهذا هو الهدف. هذا هو الهدف. وعندما يتم تقسيم الكبير وتقزيمه يستطيع ان تصل الى الاخرين وتعيد الكره معهم اسهل بقى. مش ملاحظ كل الامور اللي حدثت في السنوات الاخيره كلها لصالح بقاء إسرائيل؟ صحيح. على الخارطة طبعاً. ونتعمد طبعاً. نقول بقاء إسرائيل طبعاً. على بمساعدة أمريكا، ومن يتابع الشأن الإسرائيلي طبعاً. حاليا ضعف الحكومة، ضعف صحيح. الموارد، مشاكل صحيح. اجتماعية طبعاً. عندهم اقتصاديا، حل البرلمان، عسكريا، حل حتى كنيسة. عسكريا طبعاً. وحل في ضعف عسكري طبعاً. عندهم حل الكنيسة، واثنين وزراء استقالوا أوريدي من الحكومة الحالية بتاعت نتنياهو، ونتنياهو عايز يعمل انتخابات برلمانية جديدة يعقبها وزارة جديدة. نعم. وهناك خلاف داخلي، يريدون إعلان الدولة اليهودية، وهناك جماعات لا تريد إعلان الدولة اليهودية. صحيح. لا، مشاكل كبيرة طبعا في داخل إسرائيل. خلي بالك هذه المشاكل تلقي بظلالها على المنطقة. صح. لأن أمريكا تؤيد الموقف الإسرائيلي. لماذا مصر أصرت على المشروع طبعاً. هذا؟ ده سؤال مهم جدا. يعني ليش تبي توسعه؟ نعم. هل تبي تسبق المشروع الإسرائيلي القديم على بناء ممر جديد تضرب في قناة السويس، تضرب في الاقتصاد المصري؟ أنت على فكرة لثانية مرة تثبت لي أن أنت إما ضابط جيش يا خبير استراتيجي. متابع الأخبار. لا، ما واضح، متابعة جيدة. ده تفكير استراتيجي اللي تفكر فيه ده. وسؤال مهم للغاية. شوف يا سيدي، مصر بتعمل قناة موازية، ليست بطول قناة السويس. صح. بطول 35 كيلومتر من علامة الكيلو 60 لعلامة الكيلو 95، ثم تعميق قناة السويس في المجرى الملاحي من 44 قدم إلى 65 قدم. إذن نحن الآن كنا نخسر الغاطس ما يزيد عن 44 قدم من ناقلات البترول الكبيرة وناقلات الحاويات الكبيرة كتذهب عبر الرأس رجاء الصالح. صحيح.
فالتوسعة وعدم الانتظار، لان احنا حاليا كنا الوضع ايه، تفتح من بورسعيد تقفل من سويس من البحر الاحمر، لان هو اتجاه واحد صح، بعد ما الاتجاه ده يروح يقفله الاتجاه الثاني يجي الاتجاه الثاني. نعم. فانت الان عملت قناه موازيه في هذه المسافه لغايه البحيرات المره. البحيرات المره كان فيها انتظار 11 ساعه، هيكون في انتظار ساعه واحده على بال التعديل، وبالتالي اصبحت تقريبا في اتجاهين صح، عائدات دخل اكثر صحيح، عدد سفن اكبر، عدد السفن التي كانت بغطس كبير وكانت لا تجيء حتجيء صح. لذلك احنا بنقول خلال 5 سنوات هيقفز العائد من 5.6 مليار دولار الحالي الى 13 مليار دولار، اعلى دخل في 5 سنوات. خلي بالك انا بقول 5 سنوات ليه، لان 5 سنوات هي مدة القرض الذي اقترضته الحكومة المصرية من الشعب المصري. احنا قلنا 5 سنوات المساهمة في هذه المدة، اذا هتدفع للشعب المصري الفوائد وكون كسبان وعملت قناة جديدة. دي الحزبة الاقتصادية بتاعتها. حلو.